السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على النبي محمد. في هذه السلسلة راح ناخذ دورة باسم أساسيات في الإلكترونيات. وعالم الإلكترونيات يعتبر عالم وسيع وكبير، فمجرد أنك تعرف أغلب أو 70% من العناصر الإلكترونية بإمكانك وبسهولة أنك تفهم إيش البورد هذا مثلاً. يعني الآن لو أنا أعطيك البورد هذا، تشوف العناصر كثيرة تقول خلاص هذه كثيرة مستحيل أفهمها، علما أن هي عناصر بسيطة. مجرد أنك تعرف كل عنصر وظيفته وإيش هو الإلكترونيات، راح بكل سهولة كل الدوائر الإلكترونية بتكون بالنسبة لك سهلة. أنا أعتبر هذه الدورة أنها مفتاح أو لغة يفترض أنك تفهمها، وبالتالي تقدر تدخل في عالم الروبوت، عالم الـ IoT، أي مجال تقني. بس مجرد أنك تفهم العناصر هذه والأدوات البسيطة راح تنطلق. في هذه السلسلة راح نمر على عناصر كثيرة، وراح نتعرف أكثر من ناحية نظرية، من ناحية علمية. لكن في نقاط أنا أعتبرها زي الهدنة بيني وبينكم، لازم نفهمها صح وبعدها ننطلق. طيب، عندنا بعض الأسئلة المهمة لازم نجاوب عليها قبل ما نبدأ في الدورة. أول سؤال، وأتوقع هذا هو الأهم، إيش الهدف من الدورة هذه؟ كثير من الناس يبغى يدخل مثلاً عالم الأردوينو، أو مثلاً يبغى يدخل عالم الروبوت مثلاً، فتسأل سؤال تقول إيش المقاومة اللي هو ريزيستر، أو إيش مثلاً هل عندك معلومات عن الليد مثلاً؟ فتلقاه يقول لا، هذه مشكلتي ما عندي معلومات فيها. فنقول هذه يعتبر أساس، فلازم انك تاخذ الادوات هذه وتتعلم اللغه هذه، وتكون بالنسبه لك الروبوتات سهل التعامل معها. النقطه الثانيه، وهي ان هدفي في هذه الدوره اجذب الناس الهاويين. ايش من هو الهاوي؟ احنا عندنا الان المتخصص، وهذا معروف، يعني تخصص الدقيق إلكترونيكس أو كهرباء، أو هو مثلا مهندس صناعي مثلا. فبالتالي لو يدخل الآن اليوتيوب بس يكتب مثلا إلكترونيات، على طول راح يفهمها. ليش؟ لأنه فاهم إيش فكرة الإلكترونيات، بالتالي بالنسبة له سهل. لكن أنا عندي شريحة مهمة جدا، هم الهاويين. الهاوي يجي مثلا نقول مثلا عندنا الطبيب مثلا، او عندنا واحد تخصصه تاريخ مثلا، يقول انا ابغى ادخل هذا العالم، ابغى اتعلم الاردوينو. فنقول له تعال، هذه ادوات بسيطه، لغه بسيطه تتعلمها وتنطلق. وفيه لو تلاحظون مثلا بالنسبه لعالم المايكرو كنترولر، حقين الحاسب ما شاء الله عليهم، هذولي يعني عنده واصل نص المشوار عند البرمجة، لكن يفتقد المعلومات في الإلكترونيات. فهذا هو الهدف الأساسي. أنا متأكد الناس المتخصص يمكن بالنسبة للكورس هذا يعتبره سهل، لكن أيضا أنتم مهمين، اللي هو الهاوي. أنا أبغى أجذب هذه الشريحة، أبغى أقول للهاوي بإمكانك تتعلم. يعني حتى لو تخصصك مو هو إلكترونيات أو كهرباء. النقطة الثانية، بخبرة البسيطة المتواضعة، أنا لاحظت أن هذه الشريحة اللي هم الهواة مهملة. يعني مثلا يجي واحد متحمس ويبغى على قولتهم سيلف ستادي، يعني دراسة ذاتية،
ويبغى يدخل يوتيوب. يوم يدخل يوتيوب أكثر اللي يعطون الدورات في الإلكترونيات يتكلم مع واحد متخصص، فهنا يجد صعوبة، يقول أنا ما أفهم إيش مثلا، إيش يقصد في النقطة هذه، ليش حطوا النقطة هذه. مو عشان أن المتخصص اللي يعطي الدورة هذا مو فاهم، لا، لأنه هو هدفه أن أو الدورة هذه محتكرة فقط للمتخصص، وبالتالي هدف الدورة هذه لا، أبغى الشريحة هذه وراح أسهلها بقدر المستطاع، والله يكتفي الخير. طيب، من هو المستفيد؟ عندي المهندس الجديد هو مهم أيضا. دائما اللي يدخل كلية هندسة سواء كهرباء أو إلكترونيات، أول كورس تقريبا يأخذه سواء في الترم الأول أو الترم الثاني هي إلكترونيات، أساسيات في الإلكترونيات. هذه إن شاء الله راح تكون بالنسبة له مفيدة الدورة هذه. أيضا عندي الهاوي زي ما تكلمنا عنه. الهاوي قلنا زي ما قلنا لكم اللي تخصصه مو هو كهرباء والإلكترونيات، تلقى تخصصه مثلا تاريخ أيا كان. أيضا عندنا يجيك واحد يبغى يتعلم مثلا أردوينو وعنده برمجة لكن ما عنده أي معلومة أو أي خلفية في الإلكترونيات، راح تكون بالنسبة له هذه الدورة إن شاء الله مهمة ومفيدة. أيضا في ناس صار يمكن 10 سنوات 15 سنة متخرج وخلاص راح في عمل، وتلقى العمل هذا شغلته ما هي إلكترونيات أصلا، فيبغى يخلي هذه الدورات أو الكورسات هذه بخليها له زي المرجع، مثل ما احتاج معلومة معينة يكون عنده زي المرجع. فهذول هم المستفيدون من هذه الدورة. سؤال جدا مهم، طيب كيف راح يكون الشرح؟ أول شيء عندنا أن المعلومات راح نأخذها بشكل نظري، وفي حسابات راح نحسب وحساب أرقام، وراح نستخدم آلة حاسبة كثير، وبعد كذا نثبتها عمليا. وفي فلسفة عندي أنا أسميها الفلسفة الاستطرادية، يعني راح نستطرد كثير كثير، وهذه راح تكون مفيدة. يعني مثال، لو الآن عطينا مثلا دائرة معينة وقلنا هذا مثلا البطارية، البطارية، وهذا الريزيستر، وهذا التوصيل أسلاك مثلا، ففي حاجة ما شرحتها مثلا قلت أنا ريزيستر، أوقف هنا، أخذكم كذا على جنب عقولتهم، وأبدأ أشرح إيش هو ريزيستر، وبعدين نروح نرجع نكمل، فراح نستطرد كثير كثير. وهذا الشيء مهم جدا، لأنه راح يعطي صورة واضحة. يعني أنا الآن مثلا لو أني فقط مستهدف المتخصص وأبدأ أرسم له دائرة، أنا أعرف أنه خلاص هو فاهم الدائرة هذه، أبدأ أكمل مسألة حقتي، لكن أنا أعرف أنه في شريحة ثانية اللي هم الهواة، بالتالي أوقف وأشرح مثلا إيش المقاومة، وبعدها أكمل التمرين حقي. فزي ما قلت لكم راح نستطرد كثير. الحاجة الثانية، النقطة الرابعة اللي بعد بنسويها في أثناءنا في هذه الدورة، إنه راح نأخذ تمارين كثير، وهذا الشيء راح يثبت المعلومة ويرسخ المعلومة في راسك، يعني ما راح تنساها. النقطة اللي بعدها هذه ممكن maybe إنه راح نأخذ واجبات. حلو، يعني مثلا أعطيكم تمرين معين تحلونه وترسلونا عن طريق مثلا تويتر، ولا نشوف لنا كيف آليتها. بس ممكن. وعندي النقطة الأخيرة وهذه مهمة ما راح نتخلى عنها، لازم يكون عندنا list of words، يعني قائمة بالكلمات الجديدة. يعني أول شيء وهذه لازم نتفق عليها، يعني أنا مثلا شرحت قلت هذا عندنا ريزيستور مقاومة، هذا عندنا تيار كارنت، في الدروس اللي بعدها خلاص تلقاني أنسى اللغة العربية، ما عاد أقولها بالعربية أقول التيار، أبدأ أقول كارنت،
فلاحظوا انها الدورة او الكورسات راح تكون مترابط مع بعض، يعني اول مرة الكلمة هذه نقولها بالعربي، بعدين خاص نترجمها بالانجليزي، وبعدين نكمل خاص بالانجليزي. وراح في كل نهاية دورة نطلع بخمس كلمات، ست كلمات، سبع كلمات. يجي واحد يسأل يقول يا مشعل يعني انت ليش مصعب الامور، خلها بالعربي. طيب والله العظيم ان هذه الفائدة لك، نقطة يعني حاجة مهمة انك تعرفها باللغة الانجليزية. بعض احيان تجي تكتب مثلا، يعني خلنا ناخذ مثال، هذا عندنا هذا ريلي بالعربي مرحل، اكتب بجوجل مرحل تجد معلومات بسيطة وتلقاها قديمة، لكن لو تعرف انها كلمة ريلي او ممتاز، اروح ريلي اكتب ريلي. طب واحد يقول يا اخي انا ما اعرف وش، ما اعرف انجليزي اصلا، اقول طيب عادي انت اكتب كلمة ريلي، روح صور، شوف الصور راح توضح لك الفكرة اكثر. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، هذا مهم جدا اللي يشتغلون بشركات، انا صارت معي، اعطيكم قصة بشكل سريع. مرة مرات كنت أشتغل بشركة بدون ذكر أسماء، فما كانت عندي لغة إنجليزية، فقال لي واحد من المهندسين، قال لي مشعل عطني ريزيستر. قلت له وش ريزيستر؟ قال لي وش هو، حتى ما أعرف وش هو، كيف يعني، انصدم. فقال لي هذه اللي عليها ألوان المقاومة. قلت جاي مقاومة واضح. قال مشعل والله أعطاني درس مهم، قال مشعل انت الان صح انك ما تعرف اللغه الانجليزيه، لكن هذه مهمه جدا انك تعرف المصطلحات هذه، سواء عندك مقابله شخصيه في الشركه لازم تعرف المصطلحات هذه. فمن هذاك اليوم انا خلاص صرت احفظ، حتى لو ما اعرف اللغه الانجليزيه احفظ المصطلحات باللغه الانجليزيه. سؤال مهم، ما هي المتطلبات في هذه الدوره؟ وهي صراحه حاجات انا احاول اني ما أكون شوية مثالي، أقولك مثلا جيب لي باور سبلاي كبير، جيب لي بطلبك عنصر غريب، لا أبغاك تجيب أردوينو كيت. ليش أردوينو كيت؟ لأنها فيها تقريبا كل العناصر الأساسية. جيب الأردوينو كيت وأتوقع يمكن سعرها 150 ريال، هذه اللي فيها تقريبا اغلب الكومن كومبوننتس، الاشياء الكومبوننت العناصر الاساسيه. حلو. وبعد يستحسن يكون فيه او معك مالتي ميتر رخيص، خذ ارخص واحد. اسلاك. حلو. يجي واحد يقول طيب يا اخي انا ما عندي هذه ومستحيل اجيبها وصعب جدا، أقول طيب سهلة، عندك كمبيوتر أكيد، راح في برامج محاكاة راح نستخدمها إن شاء الله مع بعض، ونفس الأشياء اللي تشوفها قدامك العناصر اللي الملموسة هذه نفسها تلقاها موجودة في برنامج المحاكاة. حلو. ونقطة مهمة أيضا، لازم يكون معك آلة حاسبة، لازم آلة حاسبة. حلو. راح نحسب كثير. الحاجة يعني حب كيفك، يعني أنا لازم، هذه عندي حاجة مهمة، إنه يكون عندك ألوان. ليش؟ عشان ميز يعني مثال، يعني عندنا اللون الأحمر أحطه دائما مثلا فولت. حلو. وعندي مثلا اللون الأزرق دائما أخلي مثلا الكارنت واللي هو التيار، وهكذا يعني شيء راجع لك انت، ما ابغى ألزمك في حاجه. طيب عندي ملاحظتين وبعدها ان شاء الله راح اختم. اول نقطه، الاوراق اللي اكتب عليها راح انزلها بحسابي في تويتر، يعني اللي والله مثلا متحاجز مثلا يكتب، فخلاص يلقاها عندي في حساب في تويتر، مثلا كاتب الدرس الاول تنزل الصور هذه تبدأ تكتب عليها تعليقاتك. نقطة الأخيرة وهي مهمة جدا جدا، لازم تتحمل التفصيل. أنا راح أفصل كثير، يعني مثال لو الآن عندنا توصيل على التست بورد أو البريد بورد،
حلو. وبالنسبة لك أنت مثلا كمتخصص أو حتى الهاوي مثلا فاهم النقطة هذه، تقدر تسوي سكيب خلاص تروح النقطة اللي بعدها، مو شرط أنك تمشي معي. ليش؟ زي ما قلت لكم أنا عندي في ناس مو فاهم التوصيل مثلا، فيبغاني أوصله بالتفصيل، يعني أنا مثلا نقطة حطيت نقطة هنا، وين راح أحط أي نقطة. حلو. هو بالنسبة له يبغى الكورس زي كذا، وأنا أسهل لك المهمة أقول خلاص ترى هذه مثلا راح تاخذ مثلا 10 دقائق، أو آسف عشان كثير 10 دقائق، مثلا راح تاخذ دقيقتين، سوي سكيب بعد دقيقتين وكمل. واضح النقطة هذه؟ صراحة أنا زي ما قلت لكم أنا أبغى المتلقي في الدرس ياخذه كامل بالتفصيل وفاهمه حلو، حتى لو إنه أخذ منه وقت ساعتين، عشان إذا راح الدرس الثاني اللي بعده يكون هو فاهم الدرس الأول. وعلى طول إنه زي ما قلت لكم الدرس الأول والثاني مرتبط، وهكذا كلها مرتبطة مع بعض. فالله يكتب في خير يا رب ويسرها لنا، نبغى دعواتكم. وأنا أحاول بإذن الله بقدر المستطاع يعني أعطي كل ما أملك أمانة هذه وجه الله، بس أبغى منكم الدعاء. أشوفكم على خير.